شعري أفخر في ثنا شيخ الرجال غانم اللي بالمهابة فقل أصحاب الجلالة كيف ما نفخر بمثله محزم ودرع الثقالي والله إنه من رجال كل موقفهم رجالة والله إن شعري أفخر في ثنا شيخ الرجال غانم اللي بالمهابة فقل أصحاب الجلالة كيف ما نفخر بمثله محزم ودرع ثقالي والله إنه من رجال كل موقفهم رجالة غانم ابن عيسى راشد كل علي له يا علي برقه بالعز الطايل والجمايل راس ملا أشهد إنه بالوفا والطيب مضرب للمثالي وأشهد إنه في المواقف كل حمل صعب شلا والنعم به والنعم به سيد أسياد الأعالي غانم اللي بالمفاخر له مراسيم اللحالة مجلسه بالطيب عامر والمباخر والدلالي والقبال زين لطيف أن تلقاه بجلاله ذكرنا الطيب وأهله منزله بالطيب عالي وإن ذكرت أفعل خيره جمال العالم بحاله شيخ بن شيخ وعلومه كلها طيب وجزالي وطيب أبوها الشهم عيسى بان والله في خصاله عيسى بن راشد وقدره فالبشر عالي وغالي الكريم اللي نوم اسمه وقفه في كل حاله من سلايل عزوة الأمجاد من أول وتالي مالك بسي سيدين العز ثنا شيخ الرجال غانم اللي بالمهابة فقل أصحاب الجلالة كيف ما نفخر بمثله محزم ودرع ثقالي والله إنه من رجال كل موقفهم رجالة غانم ابن عيسى راشد كل علي له يا علي برقه بالعز الطايل والجمايل راس ملا أشهد إنه بالوفا والطيب مضرب للمثالي وأشهد إنه في المواقف كل حمل صعب شلا مجلسه بالطيب عامر والمباخر والدلالي والقبال زين لطيف أن تلقاه بجلاله لا ذكرنا الطيب وأهله منزله بالطيب عالي وإن ذكرت أفعل خيره جمال العالم بحاله شيخ بن شيخ وعلومه كلها طيب وجزالي طيب أبوها الشهم عيسى بان والله في خصاله عيسى بن راشد وقدره فالبشر عالي وغالي الكريم اللي نومه